الجهاز اللي معانا النهارده ثوره في عالم لابتوبات الويندوز، وده لانه الخلطه المثاليه بين الخفه والاداء القوي، وده بسبب وحده معالج انتل الجديده كليا اللي موجوده في اللابتوب هنا، واللي بتسمح لك انك تشغل عليه اتقل البرامج المكتبيه وبرامج المونتاج، وكل ده بيشتغل معاك بسلاسه كبيره، وكمان بيديك اداء مقبول جدا في الالعاب، وده اللي نادرا لما بنشوفه في النوع ده من الاجهزه. كل ده في جهاز وزنه اقل من كيلو وربع بس، وده جنب مميزات ثانيه كتير من اللي ممكن تكون محتاجها في اللابتوب بتاعك، وكل ده موجود في الاسوس زين بوك 14 اوليد. بالنسبه لتصميم الجهاز فهو بيجي بهيكل متين وجسم صغير من الالومنيوم، واول حاجه هتلاحظها لو مسكت الجهاز ده هو وزنه الخفيف جدا تقريبا كيلو و200 جرام، وده بجانب سمكه الرفيع جدا تقريبا 1.5 سنتي بس، ده اللي هو تقريبا نفس سمك موبايل جالاكسي فولد 5 وهو مقفول، وكل ده طبعا بيخليه جهاز مناسب جدا للتنقل والسفر، وكل اللي عليك ان انت تشيله في الجراب اللي شكله جامد جدا اللي بيجي معاه في العلبه، وبجانب كل ده تقدر تاخد الجهاز ده معاك في اي حته وتستخدمه بالشكل اللي يريحك بدون ما تخاف عليه، لانه واخد تصنيف ميليتري ستاندرد 810H، وده بيخليه مقاوم للصدمات بشكل كبير وبيخليه يشتغل في اي ظروف زي مثلا درجه حراره من سالب 33 لحد 63. فكده ببساطه لو عندك بروجكت تقدر تشتغل عليه سواء كنت في الاسكيمو او في الصحراء بدون اي مشاكل. وبالنسبه لمنافذ الجهاز فعندك في الجنب اليمين منفذين تايب سي، والمنفذين بيجوا من نوع ثاندر بولت 4، وبتوصل سرعه نقل البيانات في المنافذ دي لحد 40 جيجا بايت، وتقدر تشحن الجهاز من اي واحد فيهم، وجنبهم منفذ للسماعات الخارجيه 3.5 ملي، وبعدهم هنقابل مخرج HDMI 2.1، ومن الشمال هنلاقي منفذ USB 3.2 من الجيل الاول، وجنبه 3 فتحات تهويه. وخلونا بقى نفتح الجهاز ونشوف واحده من اكتر الحاجات المبهره فيه وهي الشاشه. اول ما هتبص على الشاشه هتلاقيها ان هي تقريبا واخده كل مساحه الواجهه الاماميه بحواف قليله جدا، وده لان الشاشه بتستحوذ على نسبه 87% من واجهه الجهاز. الشاشه دي 14 انش اوليد بتيجي بدقه 3K. الشاشه دي بتدعم HDR مع ريفريش ريت بيوصل لحد 120 هرتز، وزمن استجابه 0.2 ملي سكند، وده رقم مش بنشوفه الا في الشاشات الموجهه للجيمنج بشكل حصري، مع سطوع بيوصل ل 600 نتس، وهنا اتمنيت ان السطوع يكون اقوى من كده شويه. لو بتشتغل على الجهاز تحت اشعه الشمس المباشره هتحس ان السطوع كان المفروض يكون اعلى من كده. نيجي بقى للنقطه اللي تهمني انا شخصيا كشخص كونتنت كريتور بيحب يشتغل على برامج الايديت. الشاشه هنا بتدعم DCI-B3 100% مع sRGB ب 133%، وده مع الشاشه الاوليد اللي كل البكسلات فيها بتنور بشكل منفصل، فده بيدي الوان خرافيه من حيث التشبع والدقه، والخلطه دي بتخلي الشاشه دي مثاليه بالنسبه لك في كل المهام سواء كان اديتنج مونتاج جيمنج. كمان مع الشاشه دي ما تخافش من مشكله التطبيع اللي بتواجه احيانا الشاشات الاوليد، وده لان اسوس حلت المشكله دي عن طريق 2 اوبشنز زي البكسل شيفت والبكسل ريفرش، وده اللي بيخلي البكسلات تتحدث كل فتره بدون ما ياثر ابدا على اللي معروض في الشاشه، ده غير ان هي امنه جدا للعين عشان لو بتستخدمها لفترات طويله او لوقت متاخر بالليل، لان نسبه الضوء الازرق المنبعث منها اقل 70% من الجيل اللي فات، ده غير ان انت ممكن تفعل طبعا النايت مود او الاي كومفورت لحمايه العين، وتقدر تظبطها على اي وضع لان الشاشه بتفتح معاك لحد 180 درجه، يعني تقدر تقول ان اسوس هنا عملت شاشه مناسبه لكل السيناريوهات ولكل الناس مهما كان استخداماتهم. اما في الحافه اللي فوق فموجود كاميرا، الكاميرا دقتها 1080، انا شخصيا ما بعتمدش قوي على كاميرات اللابتوب، بتبقى كاميرات بالنسبه لي بس لمجرد الميتنجز بس، يعني مقارنه بلابتوبس كتير جربتها معقوله، وجنبها مستشعرات من ضمنهم اي ار سنسور علشان لو حابب تفتح الجهاز هنا من خلال الفيس اي دي زي جهاز الايفون، وعندك اوبشن ان انت تقفل الكاميرا من فوق من خلال سلايد علشان الخصوصيه والامان، وجنبهم في عدد من السنسورز زي السنسور بتاع الاضاءه علشان الاوتو برايتنس بتاع الشاشه، ومايكين موجودين علشان يحسنوا من تجربه المكالمات وعزل الضوضاء، وهنلاحظ هنا في الكاميرا بعض الاوبشنز اللذيذه قوي زي اوبشن عزل الخلفيه، وموجود تتبع حركه مع تقليل النويز، وكل ده بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي موجوده هنا واللي لسه هنتكلم عنها بالتفصيل. تحت الشاشه هتلاقي الكيبورد وتجربه الكتابه عليه لطيفه جدا، الازرار متينه جدا وبتدي احساس كويس في الضغط، وصوتها هادي جدا مش مزعج علشان لو بتشتغل وفي حد نايم جنبك، وموجود كمان باك لايت موجود في الكيبورد، وله 3 مستويات اضاءه تقدر تختار منهم اللي يناسبك، ولو تلاحظ هنا هتلاقي انه مفيش النمبر باد اللي موجوده في معظم اللابتوبس، وده لان اسوس شالتها ودمجتها في التاتش باد اللي موجوده هنا، بقى موجود عندك علامه بمجرد ما بتضغط عليها بيظهر لك النمبر باد، وتقدر تغير اضاءتها من خلال الايكون اللي موجوده الناحيه الثانيه في الشمال، والحقيقه ان الفكره دي ذكيه جدا لانها خلت الكيبورد عملي بشكل اكبر، الزرار اتوزعت على مساحه اكبر بالتالي استخدامها بقى اسهل، وفي نفس الوقت استخدمت التاتش باد اللي موجوده تحت عشان يكون فيها النمبر، وبكده تقدر تستخدم الجهاز ده بدون اي مشاكل وب
بغض النظر عن حجمه الصغير. وبالنسبة للسبيكرز اللي موجودة هنا فتعاملت بالتعاون مع شركة هارمون كاردون، وبالتأكيد دي شركة مشهورة جدا في مجال الصوتيات. فعندك سماعتين ستيريو في كل جنب بيدعموا تقنية الدولبي اتموس. الصوت هنا نقي جدا ومليان تفاصيله، بيحافظ على نقائه حتى في مستويات الصوت العالية. كمان البيز اللي موجود هنا كويس جدا، تجربة الصوت بشكل عام في الجهاز هنا مبهرة بالنسبة لحجمه، وده مع الشاشة الرهيبة اللي اتكلمنا عليها بيخلي تجربة مشاهدة المحتوى على الجهاز ده تجربة ممتازة. تعالوا اكلمكم عن التطور الرهيب اللي حصل في معالجات اجهزة الويندوز وبالاخص الاجهزة المحمولة. التطور ده تم بعد اطلاق الجيل الجديد من معالجات انتل، انسى بقى كور اي دي، دلوقتي بقى عندنا الترا. وزي ما كان عندنا كور اي 3 و5 و7 و9 بقى عندنا الترا 3 و5 و7 و9، وطبعا الاقوى فيهم هو الالترا 7 والالترا 9، ودول موجهين بالاساس علشان ينافسوا شرايح ام الجديده بتاعه شركه ابل، وطبعا بيتفوقوا على كل اجيال معالجات اللابتوب القديمه من انتل في فئاتها. والجهاز اللي معايا ده بيجي بنسختين، واحده الترا 7 155 اتش، والثانيه واللي هي بتيجي معايا النهارده الترا 9 185 اتش. طيب ايه الميزه الاساسيه في الجيل ده عن الاجيال اللي فاتت، وايه اللي بيخليها تنافس اقوى شرائح لابتوب في العالم واللي هي شرائح ام من ابل؟ الاجابه باختصار هحاول الخصها لك في 4 نقط. التطور الكبير في شريحه الجي بي يو اللي بقى اسمها دلوقتي انتل اي ار سي، استهلاك الطاقه القليل جدا بالنسبه للاداء بسبب تقنيات موجوده جديده ليها علاقه بالاي اي، وده طبعا مع التطورات اللي حصلت في اداء السي بي يو. وعاده النقطه دي اللي كان بيتم التركيز عليها كل سنه مع عدم التركيز عن الباقي، بالاضافه لشريحه الذكاء الاصطناعي الجديده. وهنختبر كل ده في المعالج اللي موجود معانا اللي هو الكور الترا 9. السي بي يو اللي موجود هنا مكون من 16 نواة بمعمارية X86-64 الجديدة، وبتردد بيوصل لحد 5.1 جيجا هرتز في أنوية الأداء الستة، ولحد 3.8 جيجا هرتز في أنوية الكفاءة العشرة، وده مع شريحة جي بي يو الجديدة Intel ARC اللي بتيجي بثمان أنوية، ومعاه وحدة ذكاء اصطناعي الـ NPU الجديدة تماما واللي أول مرة نشوفها على أي بروسيسور من انتل. كل ده بيترجم لأداء فوق الممتاز في كل المهام اللي ممكن تحتاج تعملها، من أول التصفح العادي لحد المونتاج والتصميم مرورا الجيمنج. وكل ده شغال بتكنولوجيا جديده من انتل اسمها ميتور ليك، واللي بتخلي الشريحه دي واحده من اكثر الشرائح توفيرا للطاقه باداء مقارب جدا لشرائح ابل الجديده، وهنشوف تاثير ده بعدين على عمر البطاريه لما نوصل للنقطه دي. ولكن في الاول خلينا نشوف بعض اختبارات الاداء للمعالج هنا ومقارنته مع شريحه الابل الجديده اللي هو الام 2 اللي بتيجي في اجهزه في نفس الفئه السعريه، وحتى الام 3 الموجوده في الاجهزه الاغلى. فلو بصينا هنا على اختبار جيج بنش 6 في سنجل كور هنلاحظ تفوق الام 2 بنسبه 7% والام 3 بنسبه 23%، لكن في نتائج المالتي كور الوضع بيختلف وبيتفوق الالترا 9 على الام 2 بنسبه 34% وعلى الام 3 بنسبه 15%. وفي اختبارات السيني بنش ار 23 الالترا 9 بيتفوق على الام 2 بنسبه 15% في السنجل كور، بيحقق نتائج مقاربه جدا للام 3 بتفوق بسيط للام 3 بنسبه 5%، ولكن في نتائج المالتي كور بيتفوق على الاثنين، والتفوق على الام 2 بيوصل لنسبه ضخمه جدا 112% وعن الام 3 بنسبه 77%، ودي نتائج مبهره جدا لصالح الالترا 9. وبالنسبه لنقطه الجي بي يو فهو بيقدم اداء مقارب جدا للام 3 وساعات بيتفوق عليه في بعض الاختبارات ولكن بفروقات بسيطه. انا عارف ان الارقام مش هي المؤشر الادق لاداء الجهاز، ولكن مع التجربه هنا فالاداء الفعلي ممتاز جدا. وبرامج المونتاج وده الاهم بالنسبه لي الريندر تايم هنا كويس جدا، مش واصل للارقام او الفروقات المهوله اللي بنتكلم فيها اللي موجوده في البنش ماركس، لكن بتديني نتائج فعلا ممتازه بالنسبه للتوقعات. فلو انت صانع محتوى تقدر تعتمد على الجهاز ده في شغلك بدون اي مشاكل، خاصه مع الشاشه الرهيبه اللي موجوده في الجهاز. وما تقلقش من نقطه السخونه هنا، لان المراوح اللي موجوده مع الهيكل الالومنيوم اللي بيوزع الحراره بشكل كويس بيخلوا الحراره تتوزع بشكل كويس. وكمان صوت المراوح هنا هادي جدا حتى لما بتشتغل على الماكس في درجات الحراره الصعبه. خلاصه نقطه الاداء في كلمتين، الجهاز هنا من اقوى اجهزه ويندوز اللي ممكن تجيبها بدون اكسترنال جي بي يو، ونقدر نقول انه بيقدم اداء فوق المتوسط في الالعاب. فلو انت مش كومبتيتيف جيمر مش بيفرق معاك ان انت تلعب على اعلى اعدادات او فريمات ومحتاج لاب خفيف وعملي، فده هيكون اختيار ممتاز بالنسبه لك. خلينا بقى نتكلم بشكل سريع عن وحده الذكاء الاصطناعي الان بي يو اللي موجوده هنا، وهلخصها لك في 4 نقط سريع. هي بتقوم بكذا دور، اولها ان هي كانت بتشيل حمل السي بي يو هو اللي بيعمله، وده حسن من الاداء ككل وكمان حسن من استهلاك البطاريه بفرق كبير عن الاجيال اللي فاتت. الان بي يو ادتك في عمر البطاريه 57% زياده مقارنه بالاجيال اللي فاتت. كمان تم استغلالها لاضافه كام ميزه جديده في السوفت وير زي المساعد الشخصي الجديد كوبايلوت بتاع مايكروسوفت. كمان عندك ميزه التعرف على النصوص في الصور وازاله او تعديل الخلفيات، ودي كانت مهام بتاخد اوقات طويله في المعالجات اللي فاتت لكن دلوقتي بتتم بسرعه اكبر بكتير جدا. كل ده
طبعا مع نسخة ويندوز 11 برو اللي بتيجي مفعلة وجاهزة للاستخدام على طول في الجهاز. اما بالنسبة للتخزين ففي كذا نسخة موجودين، لكن النسخة اللي موجودة معايا هي 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5X، وده اسرع نوع موجود حاليا، وفي نسخ تانية بتوصل لحد 32 جيجا بايت. والنسخة اللي معايا بتيجي ب 1 تيرا بايت SSD من نوع PCIe4، سرعات القراءة فيها بتوصل لحد 7 جيجا بايت، وسرعات الكتابة بتوصل ل 4.5 جيجا بايت على الثانية. تقدر تزود حجم الاستورج بعدين عادي لو انت حابب تعمل ده، لكن الوضع ده مش موجود في الرامات، يعني الرامات لازم تختار النسخة المناسبة بالنسبة لك من الاول. اداء البطارية كان بيوصل معايا ل 10 ساعات على برايتنس 50%، واستحمل لحد 3 ساعات جيمنج باعدادات متوسطة على 30 فريم في الثانية. ولو استخدمك كتير ما تقلقش، لان الشحن اللي موجود هنا 65 واط، الشحن ده بيشحن 60% في 50 دقيقة. وطبعا الشاحن ده تايب سي، وعن تجربة شخصية الشاحن ده امن لكل انواع الموبايلات وبيشحنهم بسرعة جدا، كمان شاحن روش جدا، مش شبه الشواحن بتاعت اللابتوبس القديمة المعقدة، هو شاحن شبه شواحن الموبايلات بالظبط، خفيف جدا صغير جدا تقدر تاخده معاك بكل سهولة، فهو شاحن متعدد الاستخدامات لحاجات كتير جدا في حياتك. والواي فاي هنا 6E بيدعم سرعات بتوصل ل 1 جيجا بايت بير سكند. اما بالنسبة لاصدار البلوتوث فهو 5.3. بالنسبة للضمان فعندك هنا ضمان اسوس بيرفكت وارنتي المشهور جدا. ليه مشهور جدا؟ لانها بتوفر حاجتين، الحاجة الاولى انها بتوفر لك ضمان ضد عيوب الصناعة وده طبيعي، بس كمان بتوفر لك ضمان شامل، بمعنى ان انت لو كسرت شاشة الجهاز تقدر تروح تغير حاجة. اما بالنسبة للاسعار فهنقولها بالدولار، لانه زي ما انتوا عارفين الاسعار في مصر دلوقتي متقلبة اكتر من تقلب الجو. نسخة الالترا 7 هنا بتيجي ب 1150 دولار، ونسخة الالترا 9 اللي موجود معايا بتيجي ب 1250 دولار. حاسس الفرق بالنسبة لي مش ضخمة قوي في السعر، فلو انا شخصيا بشتري هروح لنسخة الالترا 9 وبس. حقيقي الفيديو ده خد مجهود كتير جدا، خد وقت طويل جدا، وفي نفس الوقت كان ممتع جدا، وكنت حابب ان انا اطلع بريفيو في الاخر يليق بيا وبيكم. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، ممكن تعمل سبسكرايب لو انت مهتم بالتكنولوجي بشكل عام، ممكن تتابعنا على فيسبوك انستجرام تيك توك، كل المكان ده موجودة تحت في الديسكريبشن. وكالعادة كان معاكم احمد مدحت، استنوني الفيديو الجاي. I don't wanna know.